أول حاجة، هو الإنسان بيبقى دايما متطلع إنه عاوز يعرف الآخر ويتعرف عليه ويكتشفه، بس بيكتشف حاجة إن في ناس كتير متبقاش مكتشفة نفسها أساسا. فأول حاجة لازم يكتشف نفسه، يبقى عارف هو مين، إيه مواهبه، هو متفوق في إيه، يعرف شخصيته وسمتها. تاني حاجة يعرف دوره إيه، هو زوج، زوجة، أب، أم، بشتغل، ست بيت، طالب، ده مهم جدا. الحاجة التالتة، أنا نفسي أحقق إيه، دي الحاجة التالتة، نفسي أوصل لإيه، انجح، ابقى ليا بزنس خاص، اكتب حياتي مع ربنا افضل من السنه اللي فاتت. الثلاث ركائز دول لو الانسان بدا بيهم السنه الجديده، هيبقى افتكر بنسبه كبيره هيقدر يحقق ويتخطى اي ازمات كانت بتقابله قبل كده. يعني دايما الانسان مش عارف يقيم الموقف اللي هو فيه، مش عارف يقدر الموقف اللي هو فيه، عشان هو اصلا مش شايف نفسه. بتبقى اكبر ازمه للانسان.